مرحبا بكم معنا في إسامس عربيك بودكاست. أنا سامي وأنا آسيا. يسعدنا تواجدكم معنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة. اليوم سنغوص في موضوع مهم، وهو دور الأسرة في تنمية شخصية الفرد. تشكل العائلة هويتنا بعدة طرق، ونحن متحمسون لاستكشاف هذا معك. بالتأكيد يا سامي، سوف نناقش كيف تؤثر الأسرة على نمونا الشخصي من الطفولة إلى البلوغ، سواء كان ذلك الدعم من الوالدين أو العلاقة مع الأشقاء أو حكمة الأجداد، فإن الأسرة تلعب دورا حاسما في حياتنا. سنشارك أيضا أمثلة من الحياة الواقعية لتوضيح هذه النقاط، وسنقدم بعض النصائح العملية حول كيفية تقوية العلاقات الأسرية لتعزيز التنمية الشخصية. ولا تقلق، إذا كنت مبتدئا في اللغة العربية فسوف نبقي لغتنا بسيطة وواضحة حتى تتمكن من المتابعة بسهولة، بهدف تحسين مهاراتك في اللغة العربية أثناء حوارنا حول هذا الموضوع الرائع. هذا صحيح، هدفنا هو جعل هذا البودكاست تعليميا وممتعا للجميع. نحن نؤمن بأن فهم دور الأسرة في التنمية الشخصية يمكن أن يساعد على تقدير عائلتك بشكل أكبر وإيجاد طرق للنمو معا. الأسرة هي في كثير من الأحيان مصدرنا الأول للتعلم والدعم، من تعليمنا كيفية التحدث والمشي إلى إرشادنا خلال المدرسة وخارجها. أفراد العائلة هم أول معلمين وموجهين في الحياة. ولا يقتصر الأمر على الوالدين فقط، يمكن للأشقاء والأجداد والعمات والأعمام وحتى أصدقاء العائلة المقربين أن يساهموا جميعا في نمونا الشخصي بطرق فريدة. تقدم كل علاقة داخل العائلة شيئا خاصا. سنغطي اليوم جوانب مختلفة من الدعم الأسري، مثل الدعم العاطفي والتعليم والقيم والأخلاق والمهارات الاجتماعية. كل من هذه المجالات أمر بالغ الأهمية في تشكيل ما نصبح عليه. سوف ننظر أيضا في كيفية تأثير الهياكل والثقافات العائلية المختلفة على التنمية الشخصية. كل عائلة فريدة من نوعها، وهذه الاختلافات يمكن أن تعلمنا الكثير عن المرونة والقدرة على التكيف وقوة الحب والتواصل. وبالطبع نريد أن نسمع منك كيف سيشارك المستمعون بأسئلتهم وقصصهم لاحقا في البودكاست. لذا إذا كانت لديك تجارب أو رؤى حول كيفية تأثير عائلتك على تطورك الشخصي، فابق على اطلاع. بالإضافة إلى ذلك، لدينا ضيف خاص ينضم إلينا اليوم، وهو الدكتور سميث، معالج أسري، والذي سيشارك معنا رؤى ونصائح مهنية حول تعزيز العلاقات الأسرية الإيجابية. ستكون حلقة مثيرة وغنية بالمعلومات القيمة والمناقشات الجذابة، لذا كن مرتاحا وانضم إلينا بينما نستكشف التأثير العميق للعائلة على تطورنا الشخصي. وتذكر أنه يمكنك دائما التواصل معنا لطرح أفكارك وأسئلتك. نحن نحب أن نسمع منكم وأن ندرج أصواتكم في مناقشاتنا. هيا بنا لننطلق. الجزء الأول، ما هي التنمية الشخصية؟ آسيا، ما هي التنمية الشخصية؟ التطوير الشخصي يعني تحسين مهاراتك ومعرفتك وشخصيتك. إنه على وشك أن تصبح أفضل نسخة من نفسك. بالضبط، تساعدنا التنمية الشخصية على تحقيق أهدافنا وعيش حياة مرضية، ولكن دعونا نفصل ذلك قليلا لمستمعينا. آسيا، عندما نتحدث عن تحسين المهارات، ما هي أنواع المهارات التي نشير إليها؟ سؤال جيد يا سامي. يمكن أن تكون المهارات أي شيء، بدءا من تعلم لغة جديدة مثل اللغة العربية، وحتى تطوير المواهب في الموسيقى أو الرياضة أو حتى الطبخ. وتتضمن أيضا تحسين المهارات الناعمة مثل التواصل وحل المشكلات وإدارة الوقت. كل هذه المهارات تساعدنا في جوانب مختلفة من حياتنا الشخصية والمهنية. تتضمن التنمية الشخصية التعلم المستمر وتوسيع فهمنا للعالم،
ويمكن أن يكون ذلك من خلال التعلم الرسمي مثل المدرسة والجامعة أو من خلال التجارب الشخصية والدراسة الذاتية. بالتأكيد، وتنمية الشخصية جزء أساسي آخر، وهذا يشمل العمل على مواقفنا وسلوكياتنا وقيمنا. تطوير شخصية قوية يعني أن تكون صادقاً ولطيفاً ومسؤولاً. يتعلق الأمر بامتلاك عقلية إيجابية ومعاملة الآخرين باحترام. لذلك عندما نقول التنمية الشخصية، فإننا نتحدث عن نهج شمولي. إنه ليس مجرد شيء واحد، إنه مزيج من المهارات والمعرفة والشخصية، وكل مجال من هذه المجالات يدعم ويعزز المجالات الأخرى. هذا صحيح، والتطوير الشخصي هو رحلة مدى الحياة، ولا يتوقف عندما ننتهي من المدرسة أو نحصل على وظيفة. نحن ننمو ونتعلم دائما. كل تجربة لدينا وكل تحدي نواجهه هو فرصة للتطور أكثر. والأمر المثير في التنمية الشخصية هو أنها تمكننا من السيطرة على حياتنا. من خلال التركيز على نمونا يمكننا تحقيق أهدافنا والتغلب على العقبات وعيش حياة أكثر إشباعاً. بالضبط يا سامي، التنمية الشخصية تساعدنا على بناء الثقة والمرونة. عندما نقوم بتحسين مهاراتنا ومعارفنا نشعر بمزيد من القدرة والاستعداد للتعامل مع المواقف المختلفة. دعونا نعطي بعض الأمثلة العملية. على سبيل المثال، إذا أراد شخص ما أن يصبح أفضل في التحدث أمام الجمهور، فقد ينضم إلى نادي مثل توست ماسترز، أو يأخذ دورة أو يتدرب على التحدث أمام الأصدقاء والعائلة. إن عملية التعلم والممارسة هذه هي تطوير شخصي عملي. مثال آخر، يمكن أن يكون الشخص الذي يريد تحسين صحته يبدأ بالتعرف على التغذية وممارسة الرياضة وتحديد أهداف اللياقة البدنية واتخاذ خيارات صحية تدريجياً، وبمرور الوقت سوف يشهد تحسناً في صحته البدنية والعقلية. تشمل التنمية الشخصية أيضاً تحديد الأهداف وتحقيقها. إن تحديد أهداف واضحة وواقعية يمنحنا التوجيه والتحفيز. عندما نحقق أهدافنا، فإن ذلك يعزز ثقتنا ويشجعنا على وضع أهداف أكثر طموحاً. نعم، ومن المهم أن تتذكر أن التطوير الشخصي أمر فريد بالنسبة للجميع، فلكل شخص أهداف واحتياجات مختلفة. ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر، ولا بأس بذلك. هذه نقطة رائعة يا آسيا. الأمر كله يتعلق بالعثور على ما يناسبك والسعي المستمر للتحسين. وعلى الرغم من أن الرحلة يمكن أن تكون صعبة، إلا أنها أيضاً مجزية بشكل لا يصدق. ولهذا السبب فإن فهم التنمية الشخصية أمر بالغ الأهمية، فهو يساعدنا على تحقيق إمكاناتنا وعيش حياة أكثر سعادة وذات معنى. ويتعلق الأمر باتخاذ خطوات استباقية لتحسين أنفسنا في جميع مجالات الحياة. لتلخيص ما سبق نقول التالي: التطوير الشخصي يدور حول تحسين مهاراتنا وتوسيع معرفتنا وبناء شخصيتنا. إنها رحلة مدى الحياة تمكننا من تحقيق أهدافنا وعيش حياة مرضية. ودور الأسرة في هذه العملية كبير، وهو ما سنستكشفه في الأجزاء القادمة. لكن فهم التنمية الشخصية هو الخطوة الأولى، فهو يضع الأساس لكل شيء آخر. بالضبط، ابقوا معنا بينما نتعمق أكثر في كيفية تأثير الأسرة على نمونا الشخصي. سيساعدك هذا الفهم على تقدير الدعم والتوجيه الذي تقدمه عائلتك لك في رحلتك الخاصة للتنمية الشخصية. نحن متحمسون لمواصلة هذه المناقشة ومشاركة المزيد من الأفكار معك. دعونا نواصل المضي قدما. الجزء الثاني، تأثير الأسرة على التنمية الشخصية. الآن سنتحدث عن كيفية تأثير الأسرة على التنمية الشخصية. سامي، كيف يشكل الآباء نمو أطفالهم؟ يلعب الأهل دورا كبيرا في تشكيل نمو أطفالهم. غالبا ما يكونون أول قدوة لنا، حيث يعلموننا القيم المهمة ويرشدوننا خلال الحياة. على سبيل المثال،
يساعدنا الآباء على تعلم كيفية التواصل بشكل فعال وحل المشكلات، فهم يوفرون الإطار الأولي لفهمنا للعالم ومكاننا فيه. منذ الصغر يغرس الآباء القيم الأساسية مثل الصدق واللطف والاحترام، ثم شيئا فشيئا تصبح هذه القيم أساس شخصيتنا وتؤثر على قراراتنا وأفعالنا طوال حياتنا. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الآباء تعليمنا ويشجعوننا على متابعة المعرفة وتطوير مهارات التفكير النقدي. نعم، ويخلق الآباء أيضا شعورا بالأمان والاستقرار، وهو أمر ضروري للنمو العاطفي الصحي. عندما نشعر بالحب والدعم نصبح أكثر ثقة ومرونة. يساعدنا هذا الأساس العاطفي على مواجهة التحديات والنهوض من النكسات. هذا صحيح تماما، وليس الآباء فقط هم الذين يؤثرون على تطورنا، يلعب الأشقاء دورا مهما أيضا، غالبا ما يكونون أصدقاءنا ورفاقنا الأوائل. إن النمو مع الأشقاء يعلمنا كيفية المشاركة والتعاون وحل النزاعات. تساعدنا هذه التفاعلات المبكرة على تطوير المهارات الاجتماعية التي تعتبر حاسمة في حياتنا. بالتأكيد، يمكن أن تكون علاقات الأخوة معقدة، ولكنها توفر فرصا فريدة. ومن أجل التعلم والنمو، يمكن للأشقاء أن يتحدوننا ويخرجوننا من منطقة الراحة الخاصة بنا، مما يساعدنا على تطوير مهارات مثل الصبر، التعاطف والتفاوض، كما أنهم يوفرون لنا الشعور بالانتماء والدعم. ودعونا لا ننسى العائلة الممتدة. يساهم الأجداد والعمات والأعمام وأبناء العم في تطورنا الشخصي. غالبا ما يشارك الأجداد على وجه الخصوص بالقصص والتجارب التي تمنحنا إحساسا بالتاريخ والاستمرارية. يمكن لحكمهم ومنظورهم أن يرشدونا ويساعدونا على فهم تراثنا الثقافي والعائلي. يمكن لأفراد الأسرة الممتدة أيضا أن يكونوا بمثابة مصادر إضافية للدعم العاطفي والتوجيه، فقد يقدمون وجهات نظر ونصائح مختلفة تكمل ما نتلقاه من آبائنا. على سبيل المثال، قد يشارك الجد دروس الحياة أو يوفر الراحة خلال الأوقات الصعبة، بينما قد تشجعنا العمة أو العم على متابعة شغفنا وأحلامنا. نعم، الدعم من الأسرة الممتدة لا يقدر بثمن، فهو يوسع شبكة الدعم لدينا ويزودنا بمجموعة متنوعة من النماذج التي يحتذى بها. يساهم كل فرد من أفراد الأسرة بشيء فريد في تطورنا، مما يثري حياتنا بطرق مختلفة. دعونا نتحدث أكثر قليلا عن الطرق المحددة التي تؤثر بها الأسرة على تطورنا الشخصي. على سبيل المثال، غالبا ما تخلق العائلات تقاليد وإجراءات تعطي هيكلا لحياتنا، ويمكن أن يشمل هذا الروتين اليومي واحتفالات الأعياد والتجمعات العائلية. تعزز مثل هذه التقاليد الشعور بالانتماء والاستمرارية، مما يساعدنا على فهم هويتنا ومكانتنا داخل الأسرة. هذه نقطة عظيمة يا سامي. توفر التقاليد العائلية والروتينية إحساسا بالاستقرار والقدرة على التنبؤ، وهو أمر مهم بشكل خاص أثناء مرحلة الطفولة. إنها تساعدنا على الشعور بالأمان والاتصال بجذورنا. غالبا ما تحمل هذه التقاليد القيم والدروس المهمة التي تشكل شخصيتنا وسلوكنا. الجانب الرئيسي الآخر هو الطريقة التي تتعامل بها الأسر مع التحديات والصراعات. إن مشاهدة كيفية إدارة أفراد الأسرة للصعوبات تعلمنا دروسا قيمة حول المرونة وحل المشكلات والتنظيم العاطفي. إن العائلات التي تتواصل بشكل مفتوح وتدعم بعضها البعض خلال الأوقات الصعبة تظهر لنا أهمية العمل معا ودعم بعضنا البعض. نعم، والعائلات تعلمنا أيضا الحب والعلاقات. إن الطريقة التي يتفاعل بها الآباء وأفراد الأسرة الآخرين مع بعضهم البعض توفر مخططا لعلاقاتنا الخاصة. نتعلم منه عن الثقة والالتزام وأهمية رعاية الروابط والحفاظ عليها. وتمتد هذه الدروس إلى صداقاتنا وعلاقاتنا الزوجية وحتى تفاعلاتنا المهنية،
لهذا تشكل البيئة العائلية مهاراتنا الاجتماعية وتساعدنا على التنقل في مختلف السياقات الاجتماعية بثقة وتعاطف. خلاصة القول إن تأثير الأسرة على التنمية الشخصية عميق ومتعدد الأوجه. يساهم الآباء والأشقاء وأفراد الأسرة الممتدة في نمونا بطرق مختلفة، ولكن بنفس القدر من الأهمية فإنهم يقدمون لنا الدعم العاطفي ويعلموننا القيم والمهارات الأساسية ويساعدوننا في التغلب على تحديات الحياة. ونحن نمضي قدما في هذا البودكاست، سوف نستكشف المزيد من التفاصيل في جوانب تأثير الأسرة وتبادل النصائح العملية حول كيفية تعزيز هذه العلاقات. إن فهم دور الأسرة والتنمية الشخصية يمكن أن يساعدنا في تقدير الدعم الذي نتلقاه وإيجاد طرق لتعزيز نمونا معا. بالتأكيد ابقوا معنا ونحن نتعمق أكثر في هذا الموضوع الرائع. لدينا الكثير لمشاركته ومناقشته، بما في ذلك أمثلة من الحياة الواقعية ورؤى الخبراء، لنواصل هذه الرحلة من التفاهم والنمو معا. الجوانب الرئيسية الثلاثة لتأثير الأسرة. يمكن ملاحظة التأثير العائلي في عدة مجالات رئيسية. أولاً، الدعم العاطفي يا سامي، لماذا هو مهم؟ الدعم العاطفي من العائلة أمر بالغ الأهمية، لأنه يجعلنا نشعر بالحب والأمان. يساعدنا أساس الحب والأمن هذا على بناء الثقة والمرونة. عندما نعلم أن عائلتنا موجودة من أجلنا، نشعر بقدرة أكبر على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات. إن هذا الشعور بالدعم غير المشروط هو الذي يسمح لنا بالمخاطرة وتجربة أشياء جديدة، مع علمنا أن لدينا شبكة أمان. بالضبط يا سامي، يمكن أن يساعدنا الدعم العاطفي من أفراد الأسرة أيضاً في التغلب على الأوقات الصعبة. عندما نواجه نكسات أو إخفاقات، يمكن أن يكون التشجيع والراحة من عائلتنا حافزاً قوياً للاستمرار وعدم الاستسلام. وهذا الدعم مهم بشكل خاص خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، حيث لا نزال نطور إحساسنا بالذات ونتعلم كيفية التعامل مع العالم من حولنا. الدعم العاطفي لا يقتصر فقط على الكلمات المطمئنة، ويشمل أيضاً الحضور الجسدي والأفعال. إن الإيماءات البسيطة مثل العناق والطبطبة على الظهر أو حتى مجرد قضاء الوقت معاً يمكن أن تعزز الشعور بالحب والتقدير. هذه التغذية العاطفية ضرورية للتنمية النفسية الصحية. جانب رئيسي آخر من تأثير الأسرة هو التعليم والتعلم. تشجعنا العائلات على الدراسة وتطوير مهاراتنا، بدءا من المساعدة في الواجبات المنزلية وحتى غرس حب القراءة. يلعب الآباء وأفراد الأسرة الآخرين دورا مهما في رحلتنا التعليمية. نعم آسيا، العائلات غالبا ما تكون معلماتنا الأولى. إنهم يعرفوننا بالمفاهيم الأساسية ويساعدوننا على تطوير فضولنا حول هذا العالم. قد يقرأ لنا الآباء أو يعلموننا العد أو يشرحون لنا كيفية عمل الأشياء. هذه التجارب التعليمية المبكرة تمهد لنا الطريق للتعلم الرسمي والتعلم مدى الحياة. والتأثير لا يتوقف عند هذا الحد. تواصل الأسر دعم تعليمنا من خلال توفير الموارد وخلق بيئة تعليمية مواتية وتشجيعنا على متابعة اهتماماتنا ومواهبنا. يمكن لهذا الدعم أن يحدث فرقا كبيرا في نجاحنا الأكاديمي ونمونا الشخصي. علاوة على ذلك، تعلمنا الأسرة القيم والأخلاق. نتعلم الصواب والخطأ من أبائنا وأقاربنا. يساعدنا هذا التوجيه الأخلاقي على تطوير شعور قوي بالأخلاق والنزاهة، وهو أمر ضروري للتعامل مع تعقيدات الحياة. هذا صحيح بالنسبة لقيم مثل الصدق، الاحترام، اللطف والمسؤولية، يتم تعلمها أولاً في المنزل. هذه القيم تشكل شخصيتنا وتؤثر على قراراتنا وأفعالنا. إنهم يساعدوننا على بناء علاقات هادفة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. تزودنا العائلات أيضاً بأمثلة أخلاقية من خلال سلوكهم وأفعالهم. إن مشاهدة كيفية تعامل الآباء والأقارب مع المواقف المختلفة
يعلمنا دروسا مهمة حول التعاطف والإنصاف والمساءلة. هذه الدروس تبقى معنا طوال حياتنا. كما يتم تطوير المهارات الاجتماعية والتواصل داخل الأسرة، ونتعلم كيفية التعبير عن أنفسنا والاستماع للآخرين. هذه المهارات ضرورية لبناء علاقات صحية والتفاعل بفعالية مع العالم من حولنا. في الواقع يا آسيا، البيئة الأسرية هي المكان الذي نمارس فيه التواصل لأول مرة، سواء كان ذلك بالحديث عن يومنا أو مناقشة مشكلة أو مشاركة مشاعرنا. تساعدنا هذه التفاعلات على تطوير القدرة على التعبير حول أفكارنا وفهم الآخرين. مهارات التواصل الجيدة ضرورية للنجاح في جميع مجالات الحياة، بدءا من العلاقات الشخصية إلى الحياة المهنية. تسير المهارات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التواصل من خلال التفاعلات العائلية، حيث نتعلم كيفية التعاون وحل النزاعات وإظهار التعاطف. تساعدنا هذه المهارات على التنقل في المواقف الاجتماعية وبناء علاقات قوية وداعمة. توفر التجمعات العائلية والتقاليد والروتين اليومي فرصا عديدة لممارسة هذه المهارات وصقلها، سواء كان ذلك عشاء عائليا أو احتفالا بالعيد أو محادثة بسيطة. يساعدنا كل تفاعل على أن نصبح أكثر مهارة في التواصل والتواصل مع الآخرين. باختصار، تؤثر الجوانب الرئيسية للأسرة على الدعم العاطفي والتعليم والتعلم والقيم والأخلاق والمهارات الاجتماعية والتواصل، وكلها مترابطة معا وتخلق نظام دعم شامل يغذي تطورنا الشخصي ويعدنا لمواجهة تحديات الحياة. إن فهم هذه الجوانب الأساسية يمكن أن يساعدنا في تقدير الدور الهام الذي تلعبه عائلاتنا في نمونا وتطورنا، كما أنه يسلط الضوء على أهمية رعاية العلاقات الأسرية وتقويتها لضمان استمرارها. ونحن نمضي قدما في هذا البودكاست، سوف نستمر في استكشاف هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، وسنشارك النصائح العملية حول كيفية تعزيز هذه الجوانب داخل عائلتك، وتقديم رؤى من الخبراء وقصص من الحياة الحقيقية. تابعونا ونحن نتعمق أكثر في التأثير العميق للعائلة على تطورنا الشخصي. لدينا الكثير من المعلومات القيمة والمناقشات الجذابة الآتية في الطريق. لنواصل هذه الرحلة ونستمر في التعلم والنمو معا. الجزء الرابع، أمثلة من الحياة الواقعية. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة من الحياة الواقعية. على سبيل المثال، تأثر العديد من المشاهير بشكل كبير بعائلاتهم. كثيرا ما يتحدث إيلون ماسك عن كيفية دعم والديه لفضوله وتعلمه. منذ سن مبكرة تم تشجيع ماسك على استكشاف اهتماماته في مجال التكنولوجيا والابتكار. والدته ماي ماسك أخصائية تغذية وعارضة أزياء، غالبا ما تتحدث عن كيفية رعاية فضول أطفالها واستقلالهم. لعب والد ماسك إيرول ماسك وهو مهندس دورا مهما في تطوير مهاراته التقنية وشغفه بالهندسة. هذا حقا ملهم يا سامي، مما لا شك فيه أن الدعم من والديه لعب دورا رئيسيا في تشكيل إيلون ماسك ليصبح رجل الأعمال صاحب الرؤية الذي هو عليه اليوم. وعلى الصعيد الشخصي، شجعتني عائلتي على متابعة شغفي بالتدريس، وهو ما قادني إلى هنا اليوم. كان والداي دائما يقدران التعليم ويؤكدان على أهميته. لقد زودني بالموارد والتشجيع الذي كنت أحتاجه للنجاح في دراستي، وفي النهاية أصبحت مدرسة. هذا رائع يا آسيا، إنه لأمر مدهش كيف يمكن لدعم الأسرة أن يرشدنا نحو هدفنا الحقيقي. بالنسبة لي، كانت عائلتي تؤكد دائما على أهمية مساعدة الآخرين. كان والدي ناشطين للغاية في مجتمعنا، وكان يبحثان دائما عن طرق لرد الجميل ودعم المحتاجين. لقد غرس هذا في داخلي شعورا قويا بالمسؤولية الاجتماعية والرحمة، ولهذا السبب أحب تدريس اللغة العربية، وأرى أنها وسيلة لمساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم وتحسين حياتهم.
هذه أمثلة قوية يا سامي، يمكن أن يتجلى فيها تأثير العائلة بعدة طرق، حيث يرشدنا نحو عواطفنا ويشكل قيمنا. دعونا نستكشف بعض الأمثلة الإضافية لتوضيح هذه النقاط. خذ حالة سيرينا وفينوس ويليامز. لعب والدهما ريتشارد ويليامز دورا محوريا في تطورهم كأبطال للتنس. لقد أدرك موهبتهم في سن مبكرة، فكرس نفسه لتدريبهم على الرغم من مواجهة العديد من التحديات والانتقادات، ولكن إيمانه الراسخ بإمكانياتهم والتزامه بتدريبهم كان لها دور فعال في صعودهم إلى قمة عالم التنس. نعم، قصة الأخوات ويليامز هي شهادة على قوة دعم الأسرة وتفانيها. مثال آخر عظيم، مالالا يوسفزاي هي أصغر حائزة على جائزة نوبل. كان والد مالالا ضياء الدين يوسفزاي مدافعا متحمسا عن التعليم وحقوق المرأة، وكان يدير مدرسة في قريتهم في باكستان، وشجع مالالا على الدفاع عن تعليم الفتيات. دعمه وإيمانه بمهمتها منح مالالا الشجاعة على القيام بتلك المهمة. وهذا مثال قوي يا سامي، إنه يوضح كيف يمكن للأسرة الداعمة أن تمكن الأفراد من إحداث تأثير كبير على العالم. ومن ناحية أخرى، دعونا ننظر في تأثير الأسرة في الفنون. على سبيل المثال، كان والد بابلو بيكاسو خوسيه رويز بلاسكو فناناً ومعلماً للفنون. لقد أدرك موهبة بيكاسو في وقت مبكر وزوده بالأدوات والإرشادات اللازمة لتطوير مهاراته، وسمحت هذه البيئة الحاضنة لبيكاسو باستكشاف قدراته الفنية وصقلها ليصبح في النهاية أحد أكثر الفنانين تأثيراً في القرن العشرين. إن تأثير الأسرة على التنمية الشخصية واضح في العديد من المجالات، سواء كان ذلك في الرياضة أو النشاط أو الفنون، فإن دعم الأسرة وتشجيعها يمكن أن يطلق العنان لإمكاناتنا ويرشدنا نحو تحقيق تطلعاتنا. مثال آخر يتبادر إلى ذهني هو جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر. غالبا ما تتحدث رولينج عن تأثير والدتها آن، التي عززت حبها للقراءة ورواية القصص. على الرغم من مواجهة الصعوبات الشخصية بما في ذلك مرض والدتها ووفاتها، ساعدها التعرض المبكر للأدب والدعم الذي تلقته من عائلتها على المثابرة وتحقيق النجاح الأدبي. تسلط هذه القصص الضوء على الطرق العميقة والمتنوعة التي تؤثر بها الأسرة على تطورنا الشخصي، بدءا من رعاية اهتماماتنا ومواهبنا وحتى غرس القيم وتوفير الدعم العاطفي. تلعب الأسرة دورا حاسما في تشكيل هويتنا. من المهم أن ندرك ونقدر هذه التأثيرات في حياتنا. بالتأكيد آسيا، بالتأمل في تجاربنا الخاصة يمكن أن نرى كيف أرشدتنا عائلاتنا ودعمتنا وساعدتنا على النمو، ويمكن أن يلهمنا هذا الفهم أيضا ليكون لنا تأثير إيجابي على عائلاتنا ومجتمعاتنا. بينما نواصل استكشاف دور الأسرة في التنمية الشخصية، فمن الواضح أن الحب والدعم والتوجيه الذي نتلقاه من عائلاتنا لا يقدر بثمن، فهي تساعدنا على التغلب على تحديات الحياة ومتابعة شغفنا، ونصبح أفضل الإصدارات من أنفسنا. نأمل أن تكون هذه الأمثلة الواقعية قد زودتنا ببعض الأفكار حول الدور القوي الذي تلعبه العائلات في تشكيل تطورنا الشخصي. سنتعمق بعد ذلك في بعض التحديات التي تواجهها العائلات وكيف يمكنهم التغلب عليها لمواصلة دعم نمو بعضهم البعض. تابعونا ونحن نناقش هذه الجوانب المهمة، حيث نشارك المزيد من النصائح العملية حول تقوية الروابط الأسرية وتعزيز التنمية الشخصية. الجزء الخامس، التحديات والحلول. بالطبع يمكن أن تواجه الأسرة تحديات، فما هي القضايا المشتركة التي تواجهها العائلات يا سامي؟ إحدى المشكلات الأكثر شيوعاً التي تواجهها العائلات هي مشاكل التواصل. يمكن أن يؤدي سوء الفهم والصراعات ونقص التواصل الفعال إلى خلق التوتر وتوسيع المسافة بين أفراد الأسرة، ولكن يمكن معالجة هذه التحديات بالصبر
والتعاطف. من المهم أن ندرك أن كل شخص لديه وجهة نظره الخاصة ومشاعره، وإيجاد طرق للتواصل بصراحة وصدق يمكن أن يساعد في سد الفجوات. بالتأكيد يا سامي، التواصل الفعال هو المفتاح لحل النزاعات وبناء علاقات أقوى. يمكن للعائلات تحسين تواصلهم من خلال تخصيص وقت للتحدث دون تشتيت والاستماع بتركيز لبعضهم البعض والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوضوح. على سبيل المثال، يمكن أن توفر الاجتماعات العائلية طريقة منظمة لمناقشة المشكلات والتأكد من شعور الجميع بأنهم قد سمعوا. تحديات شائعة أخرى: الموازنة بين الوقت والالتزامات في عالم اليوم المزدحم. قد يكون من الصعب إيجاد وقت لقضائه معا كعائلة. يمكن أن يستغرق العمل والمدرسة والأنشطة اللامنهجية الكثير من الوقت، مما لا يترك مجالا كبيرا للترابط العائلي. ومع ذلك، فإن الجهد المبذول لتحديد أولويات وقت العائلة حتى لو كان مجرد بضع دقائق كل يوم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. نعم، ولا يتعلق الأمر بكمية الوقت فحسب، بل بجودته أيضا. إن المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بها الجميع، سواء كانت الطبخ معا أو ممارسة الألعاب أو الذهاب للمشي، يمكن أن تقوي الروابط العائلية. يتعلق الأمر بخلق تجارب إيجابية ومشتركة تجلب الفرح والتواصل. الضغوط المالية هي تحد آخر تواجهه العديد من العائلات. يمكن أن تؤدي الصعوبات المالية إلى توتر العلاقات وخلق القلق بين أفرادها. من المهم للعائلات معالجة المشكلات المالية معا، وإنشاء ميزانية تعاونية، وتحديد الأهداف، وإيجاد طرق لدعم بعضهم البعض خلال الأوقات الصعبة. التخطيط المالي والمناقشات المفتوحة حول المال يمكن أن تساعد في تخفيف بعض من هذا التوتر. إن تعليم الأطفال كيفية وضع الميزانية والادخار منذ الصغر يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية ويساعدهم على فهم أهمية الاستقرار المالي. يمكن أن تكون الاختلافات بين الوالدين أيضاً مصدراً للصراع. قد يكون لدى الوالدين أساليب مختلفة في الانضباط والتعليم والروتين اليومي، مما قد يؤدي إلى الخلافات. من المهم للآباء التواصل وإيجاد أرضية مشتركة وتقديم جبهة موحدة لأطفالهم مع احترام وجهات نظر بعضهم البعض. إن وضع قواعد وحدود واضحة من طرف الوالدين معا يمكن أن يساعد في إدارة الاختلافات بينهما، ويساعد طلب المشورة من خبراء الأبوة والأمومة أو حضور ورش العمل يمكن أن يوفر أيضا رؤى وأساليب جديدة للتربية يمكن أن يتفق عليها كلا الوالدين. دعونا لا ننسى تأثير ديناميكيات الأسرة الممتدة. في بعض الأحيان قد تكون العلاقات مع الأصهار أو الأقارب الآخرين صعبة. إن تحقيق التوازن بين احتياجات وتوقعات الأسرة الممتدة مع الحفاظ على الانسجام داخل الأسرة المباشرة يتطلب اللباقة والدبلوماسية. يمكن أن يساعد وضع الحدود وإجراء محادثات محترمة في إدارة هذه العلاقات. من المهم الاعتراف باحتياجات بعضنا البعض واحترامها مع إيجاد طرق لضم الأسرة الممتدة بطريقة تعزز العلاقات بدلاً من توترها. تمثل قضايا الصحة العقلية تحدياً كبيراً آخر. الاكتئاب والقلق وحالات الصحة العقلية الأخرى يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الأسرة. لذلك من الضروري أن تكون العائلات داعمة ومتفهمة وتشجع المناقشات المفتوحة حول الصحة العقلية وطلب مساعدة المختصين عند الحاجة. إن خلق بيئة يتم فيها مناقشة الصحة العقلية بشكل علني وطلب المساعدة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. يمكن للعائلات دعم بعضها البعض من خلال التعاطف والصبر والاستباقية في إيجاد الحلول معا. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الحلول العملية لهذه التحديات. كما ذكرنا سابقا، يعد التواصل الفعال أمرا أساسيا
يمكن للعائلات استخدام أدوات مثل عبارات تعبيرية غير مباشرة للتعبير عن المشاعر دون إلقاء اللوم على الآخرين، مما قد يقلل من الدفاعية ويعزز التفاهم. على سبيل المثال، قول أشعر بالضيق عندما، بدلا من أشعر بالضيق منك دائما. هذه نصيحة عظيمة يا سامي. الحل الآخر هو إنشاء طقوس روتينية عائلية توفر الإجراءات الروتينية المتسقة الهيكل الشعور بالأمان خاصة للأطفال. تخلق الطقوس العائلية مثل ليالي الألعاب الأسبوعية أو عشاء الأحد فرصا للترابط وتكوين الذكريات. إن إشراك الجميع في حل المشكلات أمر مهم أيضا. عندما تواجه تحديا عائليا، اجمع الجميع معا لمناقشة المشكلة وطرح الحلول. هذا النهج التعاوني لا يولد المزيد من الأفكار فحسب، بل يجعل الجميع يشعرون بالتقدير والمشاركة. تشجيع التعاطف والتفاهم يمكن أن يساعد أيضا في حل النزاعات. إن تعليم أفراد الأسرة رؤية الأشياء من وجهة نظر بعضهم البعض يعزز التعاطف ويقلل من سوء الفهم. يمكن أن تكون الأنشطة مثل لعب الأدوار وسيلة ممتعة وفعالة لتنمية التعاطف. الحل الآخر هو طلب الدعم الخارجي عند الحاجة. العلاج الأسري يمكن أن يوفر الاستشارة والتوجيه ويسهل التواصل بشكل أفضل، كما يساهم في حل المشاكل داخل الأسرة. لا تتردد في طلب المساعدة إذا كنت تواجه صعوبة في حل المشكلة بنفسك. ممارسة الشكر والتقدير يمكن أن تقوي الروابط الأسرية أيضا. إن التعبير بانتظام عن الشكر لجهود بعضنا البعض والاعتراف بالأعمال الإيجابية يمكن أن يخلق جوا عائليا أكثر إيجابية ودعما. أخيرا، التركيز على الرعاية الذاتية أمر بالغ الأهمية. إن تشجيع كل فرد من أفراد الأسرة على الاهتمام بصحته الجسدية والعقلية يضمن أن يكون الجميع في وضع أفضل لدعم بعضهم البعض. ممارسات الرعاية الذاتية مثل التمارين والهوايات والاسترخاء يمكن أن تقلل من التوتر وتحسن الصحة العامة. في حين أن الديناميكيات الأسرية يمكن أن تشكل تحدية، إلا أن هناك العديد من الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها، مثل التواصل المفتوح وإعطاء الوقت الكافي والتخطيط المالي. إن وضع الحدود ودعم الصحة العقلية وطلب المساعدة الخارجية عند الضرورة يمكن أن تساهم جميعها في خلق بيئة أسرية أقوى وأكثر انسجاماً. نأمل أن تساعدك هذه الأفكار والنصائح العملية في التغلب على التحديات داخل عائلتك. وتذكر أن كل عائلة فريدة من نوعها، وقد يستغرق العثور على الحلول الصحيحة وقتا وصبرا، ولكن الجهد المبذول يستحق ذلك. ابق معنا بينما نواصل استكشاف دور الأسرة في التنمية الشخصية. لدينا المزيد من المعلومات القيمة في الدقائق القادمة، بما في ذلك نصائح حول تقوية الروابط العائلية وتعزيز بيئة داعمة للنمو. دعونا نواصل هذه الرحلة معا لنتعلم وننمو مع تقدمنا. شكرا لتواجدكم معنا وترقبوا المزيد. الآن دعونا نتعمق في جلستنا التفاعلية، حيث نسمع من مستمعينا. آسيا، ما هو سؤالنا الأول اليوم؟ سؤالنا الأول يأتي من أحد المستمعين، إنه يسأل التالي: كيف يمكنني تحسين التواصل مع والدي؟ هذا سؤال مهم وذو صلة يا سامي، ما هي أفكارك حول هذا؟ تحسين التواصل مع أولياء الأمور يبدأ بالاستماع الفعال والتعبير عن أفكارك ومشاعرك بهدوء. من الضروري إنشاء مساحة تشعر فيها أنت ووالديك بالاستماع والاحترام. إن تجنب المقاطعات ومحاولة فهم وجهات نظر بعضكم البعض بصدق يمكن أن يقطع شوطا طويلا في تعزيز التواصل الأفضل. بالتأكيد يا سامي، أن تكون صادقا ومحترما في تواصلك هو أمر أساسي. من المهم اختيار الوقت والمكان المناسبين لإجراء محادثات هادفة. إن التأكد من أن كلا الطرفين منفتحان ومتقبلان
يساهم في بناء الثقة والتعاطف من خلال التواصل، ويمكن أن يعزز ذلك علاقتك مع والديك بمرور الوقت. وتذكر أن التواصل هو الطريقة الثانية. إن تشجيع والديك على مشاركة أفكارهما ومشاعرهما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تعميق الفهم وتقوية الروابط بينكما. نصيحة عظيمة يا سامي. رسالتنا التالية تأتي من مستمع يشارك التالي: عائلتي تدعم دراستي، مما يساعدني على البقاء متحفزاً. هذا أمر رائع أن نسمع مثل هذه الرسائل الإيجابية، لأن الأسرة تلعب دوراً هاماً وحاسماً في النجاح الأكاديمي والنمو الشخصي لأفرادها. بالتأكيد آسيا، عندما تدعم الأسرة تعليم أطفالها، سواء كان ذلك من خلال التشجيع أو توفير الموارد أو ببساطة إظهار الاهتمام بتقدمهم الأكاديمي، يمكن أن يعزز ذلك الدافع والإنجاز بشكل كبير. يمكن أن يلهمك ذلك للعمل الجاد وتحقيق أهدافك. يخلق الدعم الأسري بيئة إيجابية حيث يتم تشجيع التعلم والاحتفال به، مما يعزز أهمية التعليم ويغرس الشعور بالمسؤولية والالتزام بالدراسة. من المهم أيضاً التعرف على الدعم الذي تتلقاه من عائلتك وتقدره. يمكن أن يؤدي التعبير عن الامتنان والاعتراف بجهودهم إلى تعزيز العلاقة وتشجيع الدعم على الاستمرار. بالتأكيد يا سامي، الدعم الأسري هو حافز قوي يساهم في تحقيق الرفاهية والنجاح بشكل عام، سواء كان ذلك يتعلق بالإنجازات الأكاديمية أو الإنجازات الشخصية أو مواجهة التحديات، فإن معرفة أن عائلتك موجودة من أجلك يمكن أن يصنع مناخاً مختلفاً. شكراً لمستمعينا على مشاركة أسئلتهم وقصصهم. إن تجاربكم وأفكاركم تثري مناقشاتنا وتساعدنا على استكشاف دور الأسرة والتنمية الشخصية. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة أو القصص لمشاركتها، يرجى التواصل معنا عبر هذا الإيميل. نحن نحب أن نسمع منك ونناقش المواضيع التي تهمك. ينضم إلينا الآن الخبير في العلاج الأسري دكتور سميث. مرحبا دكتور سميث. شكرا آدم وجوليا، يسعدني أن أنضم إليكم اليوم. نود أن نسمع أفكارك حول دور الأسرة في التنمية الشخصية. كيف تؤثر الأسرة على نمونا ورفاهنا؟ تلعب العائلات دوراً أساسياً في تشكيل تطورنا الشخصي بعدة طرق. منذ الصغر توفر بيئتنا العائلية الأساس لنمونا العاطفي والاجتماعي. داخل الأسرة نتعلم أولاً عن العلاقات والتواصل والقيم التي توجه تفاعلاتنا مع الآخرين طوال الحياة. هذا رائع دكتور سميث. هل يمكنك توضيح كيفية مساهمة العائلات في احترامنا لذواتنا وآليات التكيف؟ بالتأكيد، إن الدعم الذي تلقيناه من عائلاتنا يؤثر بشكل مباشر على احترامنا لذواتنا. عندما يقدم أفراد الأسرة التشجيع ويثنون على إنجازاتنا ويقدمون تعليقات بناءة، فإن ذلك يساعدنا على تطوير صورة ذاتية إيجابية والثقة في قدراتنا. ومن ناحية أخرى، يمكن للتفاعلات السلبية أو الانتقادية داخل الأسرة أن تقوض احترام الذات وتخلق تحديات في كيفية رؤيتنا لأنفسنا. يبدو أن تفاعلات الأسرة تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مرونتنا العاطفية أيضاً. هل يمكنك أن تشرح لنا كيف تؤثر العائلات على آليات التكيف لدينا؟ بالتأكيد يا آسيا، تعمل العائلات بمثابة نظام الدعم الأساسي لدينا خلال أوقات التوتر والشدائد وعدم اليقين. تعد استراتيجيات التكيف التي نتعلمها من عائلاتنا ضرورية للتغلب على تحديات الحياة، سواء كانت كيفية إدارة العواطف أو حل المشكلات أو طلب الدعم. على سبيل المثال، الأطفال الذين ينشؤون في بيئة أسرية داعمة حيث يتم تقدير التواصل المفتوح والتعاطف هم أكثر عرضة لتطوير مهارات التكيف الفعالة والمرونة في مواجهة النكسات. يبدو أن دعم الأسرة أمر بالغ الأهمية للنمو العاطفي والمرونة. من خلال تجربتك دكتور سميث، ما هي التحديات الشائعة التي تواجهها العائلات في عالم اليوم؟ في ممارستي
كثيرا ما أرى عائلات تتصارع مع مشكلات مثل انقطاع تواصل والأولويات المتضاربة وتأثير الضغوطات الخارجية مثل ضغط العمل والضغوط المالية. يمكن لهذه التحديات أن تؤدي إلى توتر العلاقات وتؤثر على ديناميكيات الأسرة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الانسجام ودعم نمو بعضهم البعض. كيف يمكن للعائلات التغلب على هذه التحديات بفعالية؟ أحد أهم الاستراتيجيات هو تعزيز التواصل المفتوح والتعاطف داخل الأسرة، تشجيع أفراد الأسرة على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بصراحة، الاستماع بنشاط لبعضهم البعض، المساعدة في حل النزاعات وتعزيز الروابط، وضع حدود واضحة للجميع وإعطاء الأولوية لقضاء وقت ممتع معا. ويعتبر البحث عن الدعم عند الحاجة أمر بالغ الأهمية أيضا للحفاظ على بيئة عائلية صحية. شكرا لك دكتور سميث على مشاركة أفكارك القيمة معنا. قبل أن نختتم، هل لديك أي أفكار أو نصائح نهائية لمستمعينا حول دور الأسرة في التنمية الشخصية؟ أود أن أشجع المستمعين على إدراك أهمية العلاقات الأسرية في رحلة نموهم الشخصي. إن استثمار الوقت والجهد في رعاية ديناميكيات الأسرة الإيجابية يمكن أن يكون له تأثير عميق على رفاهية الفرد ومرونة الأسرة بشكل عام. تذكر أن كل عائلة فريدة من نوعها، وأن تعزيز بيئة داعمة ومحبة يمكن أن يمكن كل فرد من أفرادها من تحقيق النجاح. شكرا جزيلا لك دكتور سميث على خبرتك وردودك المفيدة. نحن نقدر وقتك وأفكارك حول هذا الموضوع المهم. شكرا لكم جميعا على انضمامكم إلينا اليوم في برنامجكم إسامس عربي بودكاست. نأمل أن تكون هذه الحلقة حول دور الأسرة في التنمية الشخصية مفيدة لكم. نعم، شكرا جزيلا لكم على الاستماع. دعمكم يعني الكثير بالنسبة لنا. إذا استمتعت بحلقة اليوم، يرجى الإعجاب والمشاركة لتوسيع الوعي بأهمية دور الأسرة في النمو الشخصي. وتذكر أن تنضم إلينا في المرة القادمة في حلقة أخرى مثيرة، حيث سنستكشف موضوعات جديدة ونواصل رحلتنا في التعلم والاستكشاف معا. نراكم قريبا، ابقوا متحفزين واستمروا في تعلم اللغة العربية.